مشاهدينا ومعنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي المستشار الدكتور علي عوض العمودي مستشار التنمية المستدامة للحديث عن هذا الموضوع. إذن دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. في ظل ما يواجهه العالم اليوم من ارتفاع درجات الحرارة والاضطرابات المناخية وغيرها الكثير، ما أهمية مواجهة التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة لتفادي الإضرار بالأرض وسكانها؟ مساء الخير. الحقيقة أولا أنا سعيد جدا بهذا التواصل الدائم المستمر، والذي دائما قناة الآن حقيقة تشع دائما هذه الرسالة الخضراء اللي بسميها أنا، في مناسبات عالمية وتعنى بشؤون شعوب العالم كلها. شكرا. لا يخفي علينا أننا في محك مهم جدا وفي محك دقيق لجميع شعوب العالم. هذه الذكرى 11 في بمناسبة يوم الأرض، وما مثل ما تفضلتم في دباجة التقرير اللي ذكرته بأن طبعا بدأ في سيدني 2007. أهمية هذا الموضوع الآن مثل ما أشرتم كذلك أن في كولومبيا في الاجتماع العالمي الآن للبرنامج العالمي للطبيعة لصون الطبيعة اللي هو IUCN. هذه هي المنظمة التي تعنى باحتفال بيوم الأرض والتي يهمها الكوكب الأرض في الجانب الطبيعي، فكل الأضرار البيئية التي تسببها تغيير المناخ من زيادة ثاني أكسيد الكربون، زيادة غازات الدفيئة الجرين هاوس جازس، وكل الملوثات التي تضر بالطبيعة فلها تأثير سلبي على ما يسمى بالتنوع البيولوجي البيودايفرسيتي اللي تشمل كل الأحياء، كل النباتات، كل الأحياء في البر والبحر، وكل أنواع الحياة الفطرية. طيب هذه تفضلي. دكتور، كيف يمكن للأفراد والدول مواجهة هذا التهديد إذن؟ أيوة، هي هذه المناسبة عندما يساعد الإنسان الفرد الواحد، الفرد الواحد عندما يساعد بتقليل استخدام الكهرباء فهو يقلل من استخدامات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نعم. وهذا اللي يؤدي الى تقليل من التغيير المناخي. فعلى مستوى الفرد والجماعات والمجتمعات فتقليل الكهرباء، لذلك وضع هذا اليوم 24 من مارس على مستوى العالم من الساعة 8:30 إلى 9:30، ودولة الإمارات بكل فخر دولة الإمارات هي أول دولة عربية شاركت الأمم المتحدة وبرنامج صون الطبيعة الـ IUCN في 2008 عندما أعلن عنه، فدولة الإمارات هي أول دولة عربية. نعم. فالأفراد يقللون من استخدام الكهرباء بالقدر المستطاع. طيب. كلما قللنا من هذه الانبعاثات كلما يعني حافظنا على أمنا الأرض وعلى الطبيعة وعلى التأثير على التنوع البيولوجي. نعم. دكتور، بشكل عام هل تجدون أن العالم بحاجة إلى مزيد من الوعي تجاه الإلمام أكثر بأهمية مواجهة التغير المناخي؟ نعم نعم، وما تقوم فيه قناة الآن حقيقة ضمن بوتقة ومنصة عالمية من وسائل الإعلام، هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. وسائل الإعلام على المستوى العالمي ينبغي أن تعطي حجم كبير، مساحة كبيرة للجانب الأخضر ولتوعية المجتمعات في التقليل من الحفاظ على البيئة طبعا، وتقليل من ما يسبب من انبعاثات أو من زيادة استهلاك الطاقة، وبالتالي منحة طبعا الطاقة البديلة والطاقة الجديدة. فدوركم أنتم يجب أن يكون تزداد الجرعة، أنا بعتبرها زيادة الجرعة الإعلامية في توعية الناس، فهذا يعني رسالة مهمة جدا لقنواتنا العربية والعالمية إن شاء الله في توعية الأفراد في الحفاظ على البيئة من خلال الممارسات وتقليل استهلاك الطاقة والكهرباء وما إلى ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك. حدثنا من العاصمة الإماراتية أبوظبي المستشار الدكتور علي عوض العمودي مستشار التنمية المستدامة.